خسروا في 82 كنا غادي للكوبا افريك، والجول اللي لعب كان اليوم هنا رونق ديال السطاد اللي داك كاس العرش ديال القاعه. دابا المبروك المنتخب الاسود، واللي ان شاء الله كنطالبوا بالسي غونار باش يجيب لنا الكاس. ميرسي مسيو غونار، وزيدوا حضر الدولمي لهذه المناسبه الكبيره، نهايه كاس العرش 2018 بين وداد فاس ونادي تبركان. مبروك لهم بجوج، حتى واحد ما فاز، واخا فاز تبركان مبروك، ولكن مبروك الوداد فاس ومبروك لنادي تبركان على هذه النهايه. وكلنا مغاربه والدولمي عسكري، وكنحترم جميع الفروق المغربيه. شكرا توت لي زيكيب ماروكان. انا مغربي كنشجع بركان وويداد فاس، واللي داه نشفقوا عليه، وكلنا مغاربه ولا للعنصريه، كلنا اخوان، قلب واحد دم واحد من طنجه الى القويره. نادي تبركان وويداد فاس فرق اقوياء، وكان ان شاء الله كنتمناو الرجاء باش تفوز بكاس افريقيا بحال اللي دارت لنا الوداد.